الجهة الأولى أن الباحث السني يعتمد على كتابي البخاري ومسلم، وعندما نرجع لهذين الكتابين فإن البخاري ومسلم صححا الروايات ليس من عندهما، ليس من عندهما، وإنما كان تصحيحهما للروايات اعتمادا على كلمات علماء سبقوهما في هذا المجال كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم، كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم، كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم. كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم.